ازاي تكافئ نفسك لو خسيت شوية حلوين او عملت حاجة حلوة في حق حياتك الصحية؟ في كذا طريقة ممكن تكافئ نفسك بيهم. الطريقة الاولى، لا تفرط في الوجبة الفري اللي انت بتاخدها كل اسبوع عشان ما تبوظش كل العمل اللي انت تعبت فيه. ممكن بدل ما تاكل وجبة ممكن تخرج للسينما، تخرج مع اصحابك، تخرج للتسوق، كلها حاجات لذيذة، وتعود نفسك ان هي دي المكافأة بتاعة اهتمامك بصحتك. النصيحة التانية، اوعى تفرط في الحلويات، ان انت تكافئ نفسك بالحلويات. لا، انت كافئ نفسك بوجبة اكل صحية في مطعم شيك جدا مع اصحابك، اخرج مع اصحابك، او العب لعبه جديده مع اصحابك، خد اصحابك في خروجه واطلعوا في لعبه جديده، اعملوا حاجات جديده مع بعض. حاول تخلي المكافئات بعيده عن الطعام. يعني لازم تعرفوا يا جماعه ان الطعام ده مش خروجه، الطعام مش فسحه، الطعام مش مكافاه، الطعام للانسان عشان يبني جسمه ويبني صحته وعشان يتحرك وينتج ويشتغل. لكن مين قال ان الطعام هو اللي فسحه؟ حاجه مهمه اخيره، وهو الارتباط العاطفي بالاكل. معظم الناس مرتبطه ارتباط عاطفي بالاكل الضار، زي مثلا المطاعم المشهوره اللي بتروح لها عشان الالوان بتاعتها انت متعود عليها في مخك وانت صغير مع باباك ومامتك، كنتوا بتروحوا المطعم ده وبتاكلوا وبتضحكوا وبتتبسطوا، في عاطفه بتحصل في المكان ده. انت مرتبط عاطفيا بالاكل الضار، لو ما اكلتوش مش هيحصل لك حاجه، مفيش حاجه هتحصل في جسمك، ولكن انت عندك ارتباط عاطفي بالاكل. يبقى حاول تربط نفسك الارتباط العاطفي ده، اربطه باكل صحي. خد اسرتك الجميله، باباك ومامتك عيالك، وروحوا المطعم صحي بيعمل اكلات صحيه، مشويات، سلطه. اتعود ان انت تربط العاطفه بالاكل الصحي، تعكس العاطفه القديمه اللي انت كنت عملتها زمان غلط، ان انت تاخد اصحابك، باباك، مامتك، اولادك لاماكن ضاره، خدهم لاماكن صحيه، هتتعود وقلبك والعاطفه بتاعتك هتتعود ان الاكل الصحي ده فيه ارتباط عاطفي جيد جدا مع الاسره، مع الاصدقاء، وعيالك هيطلعوا بيحبوا الاكل الصحي مش هيطلعوا زيك. خدوا بالكم من صحتكم وتابعونا في سوبر هيلثي.